إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قبل أن أبدأ فقط أعتذر عن الغياب اليوم الذي صدر مني فيما يتعلق ب حلقة الواحدة، لأني بعدما فرغت من صلاة الظهر نظرت إلى الساعة فإذا بها الواحدة وربع، يعني فعلا مشكل. إذا كان ارتأيتم أن نتوقف عن محاضرات الواحدة ونجعلها بساعة بيوم الخميس مساء ساعة كاملة، لأنه باش نجو نديروا 10 دقائق ما نكملوش ولو معنى واحد، كما المرة اللي فاتت تعريف التقوى درنا فيها مجلسين، تعريف التقوى لغة وعلى لسان السلف درنا فيها مجلسين، هذا ما ينبغي والله أعلم. إلى غاية ما يصير وقت الظهر يدخل على الساعة الواحدة إلا ربع مثلا، فحينئذ يكفينا الوقت كي نأخذ نصف ساعة كاملة. وانظروا ماذا تروا، واضح؟ وردوا لي الخبر فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. كان آخر ما توقفنا عليه في تعليقنا على كتاب معالم في طريق طلب العلم أن شرعنا في بيان المعوق الأول، ألا وهو فساد النية، وذكرنا ما تيسر من الأدلة على ضرورة تصحيح النية وعلى ضرورة جعلها لله عز وجل وحده، وذكرنا كم يترتب على صحة النية من أجر وفير على عمل قليل، وبينا ما تيسر. ونقرأ ما قاله المؤلف ثم نعلق أيضا على ما تيسر. لازال عندي مطبوعات، الذي ما عنده نسخة يتفضل. قال المؤلف: والنية هي ركن العمل وأساسه، وهنا توقفنا. فالركن هو ما كان جزءا من الماهية، والأساس هو كل ما يبنى عليه غيره، فكل ما يبنى عليه غيره يسمى أساساً ويسمى أصلاً. قال: وإذا تخللها خلل أو دخن، الخلل هو ما يجعلها ناقصة، والدخن هو ما يجعلها مشوهة، فإن العمل يعتريه من الخلل والدخن بقدر ما يعتري النية. فكلما استحضرت النية أكثر كلما كان الأجر أعظم وأوفر، وكلما كانت النية حاضرة كلما وفقت، لأن التوفيق مقرون بالنية، فمتى كانت النية صحيحة كان التوفيق حاضرا بإذن الله. وهذا أقوله للناصحين الذين ينصحون غيرهم كثيرا: أخلص نيتك يهدي بك الله. فكثير من الناس ينصح أمه وأبيه وينصح إخوانه وينصح أصحابه، لأن الإنسان إذا تصدر إلى هذا الدين وصار طالب علم وصار الناس يصفونه بالمتدين، تكثر عليه الأسئلة ويكثر عليه الناس ويسألونه، منهم من يسأل قصد معرفة الحق، ومنهم من يسأل كي يوقعك في الخطأ، ومنهم من يسأل امتحانا، وأسوأهم الثاني الذي يسأل كي يوقعك في الزلل والخطأ. ولهذا طالب العلم بحاجة ماسة إلى الأدلة والسلاح، وأعظم هذه الأسلحة النية الصحيحة. ولهذا لو نتأمل في قضية الإصلاح بين الزوجين، إذا تخاصم رجل مع امرأته وأراد ثالث أن يصلح بينهما، فإذا كان الزوج يريد الإصلاح والزوجة تريد الإصلاح، معنى هذا أن النية صالحة، فإن التوفيق يكون. قال الله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فعلق هنا التوفيق بإرادة الإصلاح، متى كان هنالك التوفيق. وكم أنت بحاجة يا طالب العلم إلى أن يوفقك ربك في طلب العلم، صح ولا لا؟ أنت بحاجة شديدة جدا إلى أن توفق. ألست بحاجة إلى أن تحفظ كلام الله؟ ألست بحاجة إلى أن تحفظ
سنة نبي الله؟ ألست بحاجة إلى أن تبصر الأحكام الشرعية وتميز بنور من الله حلالها من حرامها؟ أنت بحاجة شديدة إلى هذا، وبالتالي أخلص نيتك. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث أظننا شرحناه أيضا في المرة الماضية وبينا ما تيسر من الفوائد المتعلقة به، فلا نكرر. قال المؤلف: فالنية ركن كما سبق، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم تبنى أركانه. هذا دليل عقلي على أن الأعمدة والبيوت لا تشيد إذا كان أسها وأساسها هشا أو لم يكن أصلا. قال: فإذا كانت النية مصحوبة بشيء من اللوث على اختلاف أنواعه من، ثم جعل يبين لك بعض اللوث الذي يصيب النية، فاحذره يا طالب العلم وتوقه. قال: حب تصدر أو حب شهوة أو تسنم مجالس. هذا من أعظم ما يبتلى به طلاب العلم في نيتهم، ولهذا نجد كثيرا من الإخوة المستقيمين الذين أعفوا لحاهم ولبسوا الأقمصة، تجده إذا قرأ كتابا أو استمع إلى سلسلة يخرج إلى الناس وعليه العقل الكبير، يخرج إلى الناس وعليه السكينة والوقار ونحنحة العلماء. كثير من الناس يصدر منه هذا، هو قرأ كتاب واحد فقط، وبالك ذاك الكتاب في قصص الأنبياء أو في ربما ما أدري أن في بر الوالدين مثلا، ثم يخرج إلى الناس ويستحيي ويخجل من أن يقول الله أعلم. كثير من الناس عندهم هذا الصفة، أنه محال يقول الله أعلم، يلزم يجاوب. فإذا سئل مسألة لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، لا يقول الله أعلم، إنما يجيب ويهذي بما لا يدري ويفتي للناس ويفتي للناس. مثال ذلك: في الآونة المتأخرة ظهر بعض الشباب، لا أقول الشيوخ ورب الكعبة، إنما هم شباب حدثاء الأسنان، ظهروا يكفرون الناس. وقد جمعني نقاش مع واحد منهم يقول: إن ساب الله عز وجل كافر مطلقا، يقول إن الذي يسب الله كافر مطلقا. فقلت له: يا أخي، هل تدري ماذا تقول؟ هل تدري أنك قد حكمت بحكم لا يجوز لأي إنسان أن يحكم به إلا إذا أقيمت الحجة ورفعت الشبهة؟ قال لي: لا، إنما جميع واحد يسب ربي فهو كافر. قلت له: حتى وإن بالغلط؟ قال لي: نعم، حتى وإن بالغلط. قلت له: طيب، أبشرك بأمرين. أما الأمر الأول، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس سبوا الله عز وجل بالغلط وأدخلهم الله الجنة وفرح بهم وضحك لهم وتبسم لهم. نعم، لم أسمع. أدخلهم الجنة؟ لا، هذا خبر بالغيب، أي سيكون يوم القيامة ذلك، فرسول الله علمه الله تعالى نسبة من الغيب. ولهذا تعرفون قصة العشر المبشرين للجنة، ولهذا لما مات ذلكم الصحابي رضي الله تعالى عنه وكان أعرجا وقد منعه أولاده من الجهاد، فلما مات قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني أراه يتقلب في الجنة وليس به عرج. ولما مات جعفر رضي الله عنه أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة يطير بجناحين، فهذا مما علم الله نبيه. قلت لهذا الإنسان، وهنا ركز يا جماعة، هذا تأصيل عزيز جدا، تأصيل عزيز جدا ضروري. قلت له: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يضحك لرجل تاهت راحلته في الصحراء فبحث عنها ولم يجدها فيأس منها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يأس منها. الراحلة تاعه كانت الدابة تاعه وعليها أكله وشرابه، ضاعت في الصحراء، في قلب الصحراء، يعني تيقن من الموت، فوجد ظل شجرة فاستلقى تحته، فلما استيقظ وجد راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فمن شدة الفرح قال الرجل: اللهم إني أشهد أنك عبدي وأني ربك، من شدة الفرح.
غلط من شدة الفرحة غلط. قال اللهم أشهد أنك عبدي وأنا ربك من شدة الفرحة. هذا كفر ولا لا؟ ظاهر تاع الكلام وشنو؟ كفر. هل يقصده؟ ما قصده. فجاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيضحك له الله عز وجل، يضحك الله لأنه يعلم قصده وأنه يقصد اللهم إنك ربي وأنا عبدك. هذا سب ربي وما قصد، حكم عليه بالكفر والرسول حكم عليه بالجنة وأن الله يفرح له ويرضى عنه. قلت له طيب حديث آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في من قبلنا رجل لما حضرته الوفاة جمع أولاده فقال لهم إن أنا مت فحرقوني ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في رؤوس الجبال يأخذه الريح، يعني حرقوني ودوا الغبرة هذيك تاع الرفات نصف قيسه في البحر ونصف ادوه رؤوس الجبال يديه الريح. من بعد واش قال؟ لئن قدر الله علي يبعثني. بإجماع العلماء هذا مات شاك في قدرة الله، واللي يموت شاك في قدرة الله مات على الكفر. لما مات قال الله له ماذا؟ كن فكان. هذا واش قال؟ هذا واش قال؟ قدرة ربنا عظيمة جدا مطلقة لا يحدها حد. قال له كن فكان. فقال له أي عبدي ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك ربي. قال اذهب فقد غفرت لك. يعني هذا مات كافر لكن الله غفر له. لماذا؟ لأنه هو أدرى بما في القلوب. احنا حكمنا عليه باللي مات كافر صح، لكنه لا نقول إنه في نار جهنم. ومن بعد هذا الأخ اختلط عليه الأمر، قلت له طيب ما لكفر كل المسلمين، جميع واحد ما يكفرش سب الله فهو كافر. قلت له أنا أولهم، لأن عندنا قاعدة في العقيدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. اللي يقول لك إبليس مؤمن كافر، اللي يقول لك النصارى مؤمنون يدخلون الجنة فهذا حكم على نفسه بالكفر. قلت له أنا الذي يسب الله خطأ ليس بكافر فكفرني وريح وتهنى. كفر كل من لا يكفر الله سب الله تعالى وإن كان يعني خطأ. والحق عند أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يقع الكفر والفسق والبدعة عليه إلا بعد إقامة الحجة ورفع الشبهة. ولكن هؤلاء الشباب تعالموا تعالموا، هؤلاء الشباب تطايروا قبل أن يريشوا، واضح؟ يعني طاروا قبل ما يديروا الريش، وهذا خطأ. ناس كيفاش دايرين؟ علماء ربانيين كانوا يخافوا الله عز وجل وما يفتوش، وشحال من عالم كان يقول لا أدري الله أعلم اعفني من الجواب. أما هؤلاء عيب يقول الله أعلم، عيب، يلزم دائما تلقى عنده الجواب ولو بالباطل. الله المستعان. فهذه مرض قلبي، حب التصدر، حب الزعامة، لسيما حب الزعامة، فهو كثير أيضا في المنسوبين إلى طلاب العلم. كاين بعض طلاب العلم لما يشتهر هكذا بطلب العلم يلزم هو يولي الزعيم تاع الحي، يلزم هو الزعيم تاع المسجد، يلزم الإخوة قاع يجوا عنده يلتفوا حوله. وموجود أيضا في الطالبات، المطالب تتدين تستقيم يلزم تحس بهذا الزعامة، يلزم تكون هي زعيمة الجماعة. هذا خطأ، وهذا رأيناه في الإخوة، حتى ولا البعض يقولوا شوفوا زعيم العمارة ألف العمارة باء زعيم العمارة جي، وصل الدرجة لهذا الأمر، يعني ولو حتى يسموا أنفسهم بالأمراء. وهذا سبحان الله شبيه بفكر الخوارج الذين كانوا، كل جهة عندها أمير، كل عمارة عندها أمير. فإلى الله المشتكى. أو تسنم المجالس، التسنم أي الارتفاع، منه سمي سنام الجمل أي حدبته التي هي أعلى. بعض الناس أيضا يحب التصدر في المجالس ويحب أن يعقد المجالس، وكم بانت عورة لبعض المتسنمين المجالس. كم من شخص تصدر مجلسه فحضر له طلاب العلم فجعل يخطئ أخطاء وخيمة جدا لا يخطئها المبتدئ في طلب العلم، وتنسب له المشيخة وينسب إليها، يعني يخطئون أخطاء وخيمة جدا. أو تجده يقول هذا الحديث رواه الشيخان بسند صحيح، ما يقولوش هكذا الشيوخ والأئمة، يعني كاين أخطاء تحس باللي هذا راه يتصدر في المجلس، ما عنده علم، إنما هو فقط يهذي. وربما تجد مجالسه خالية من التحقيق، من اللي يبدأ المجلس إلى آخر المجلس قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان، وما هو التحقيق يا أخي؟ وتجده مقلد يقلد هكذا كمل، ما تحضرش مجلس يا أخي، روح اسمع سلسلة أو اقرأ كتاب. لما تجي
تشرح لي كتاب وتقلد فيه ما الفائدة؟ أنا لازم تبين لي الحكم كيفاش استخرجته، ماشي تقول لي وقال مالك أن هذا مكروه انتهى الأمر. لا، كيف استفاد مالك أن هذا مكروه؟ تبين هذا، تبين الأدلة وتبين وجه الدلالة منها، وتفهم وجه الدلالة على ضوء أهل السنة والجماعة كيف يستنبطون. ولهذا صار عند الناس اليوم كل إنسان يأتي بحكم هو عندهم جديد، ولكن هو عنده ليس جديدا إنما دلت عليه النصوص، يعزر وينكر عليه. أقاموا الناس الدنيا وما أقعدوها على شيخنا العيد شريفي حفظه الله عندما قال النظر إلى موضع السجود لا دليل عليه، ثم لما تحداهم ولا واحد قدر يعني يأتي بالدليل. وسبب هؤلاء الناس أنهم أخذوا دينهم تقليدا وما أخذوه استنباطا واجتهادا واستنتاجا من النصوص. فالنية يا جماعة هي اللي تحمل الإنسان على أنه لا يتبع الحق. شحال من واحد يخالف الحق فقط لأنه اللي جاء به إنسان ما يحملوش، شحال من واحد ما يحملش الحق لأنه اللي قاله له إنسان غلط أو إنسان يدير هو أصلا المعاصي. يعني كاين عندنا في المجتمع هذا الظاهرة، كيفاش ندير على فلان وهو يدير كذا وكذا وكذا؟ لا، هذا خطأ. وكلكم يعلم كيف استفاد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فضل آية الكرسي. ممن أخذها؟ من الشيطان. في القصة المعروفة التي ملخصها أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بيت مال المسلمين إلى أبي هريرة، قال له احرسه. ففي ليلة من الليالي أمسك أبو هريرة بشخص كان يضع الطعام على لباسه ويريد أخذه وسرقته، قال له الآن أخذك إلى رسول الله. فقال الرجل عندي عيال وعندي أولاد ولا أريد أن أطعمهم، فتركه. أشفق عليه أبو هريرة فتركه. لما أصبح قص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله سيأتيك الليلة. لما جاء الليل أمسك به مرة أخرى أبو هريرة، قال الآن أخذك إلى رسول الله، قال له عندي العيال والأولاد وكذا، فتركه. أشفق عليه أبو هريرة فقص على رسول الله، فقال يأتيك الليلة. كرر له الحادثة، وفي المرة الثالثة قال له والله سأخذك اليوم والآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إذا أنا علمتك شيئا هل تتركني وشأني؟ قال نعم. قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه ينزل عليك حافظ من السماء يحفظك إلى أن تصبح. لما أصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أمسكته فقلت له كذا، فقال لي كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يعني الأمر الذي قاله لك صحيح، إذا أويت إلى فراشك وقرأت آية الكرسي ينزل عليك ملك من السماء يحفظك إلى أن تصبح، أما أصله فهو كذوب، يعني الأصل فيه أنه يكذب لكن في هذه المرة صدقك. فالعلماء استفادوا أن الحق يؤخذ حتى من عند المخالفين. هذا شيطان يا جماعة، وقال له الحق فأخذه أبو هريرة منه. إذا إنسان جاب لك الحق ما تشوفش الهيئة تاعه، ما تشوفش المعاصي اللي ديرها، إنما شوف للحق. ربي لما ذكر الأنبياء والرسل وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبهداهم اقتده، يعني ماشي بذواتهم وأجسامهم وأقوالهم وجمالهم ولباسهم، لا، اهتدي بهداهم وليس بذواتهم. فعلى الإنسان أن يتعلق بالمعاني لا أن يتعلق بالذوات. قال المؤلف فإن هذا كفيل بأن يكون حاجزا منيعا في طريق صاحب تلك النية. إذا كانت عندك هذه النية صحيحة بارك الله فيك، إذا كانت عندك نية الزعامة ونية التصدر ونية حب الظهور ونية حب الشهرة، فصحح نيتك، صحح نيتك وأخلص لله، واسأل الله عز وجل أن يرزقك التوفيق وأن يبعد عنك الرياء. لأن ما من طالب ابتلي بهذه النية ثم لم يعالجها إلا وانقطع جسره وتحطم ولم يصل إلى ما يصل إليه طلاب العلم والشيوخ. قال والنية يعتريها ما يعتريها، لكن ثم استشهد مقتبسا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية ظاهر دلالتها
أن الذين يجاهدون في سبيل الله سيهديهم الله تعالى السبل الحق وطرق الهداية، وأن الله معهم لأن جهادهم هذا من الإحسان، والله يحب المحسنين. فإذا أخلصت نيتك فمعناها أنك تجاهد. وفي هذه الآية عندنا وقفة لا بد من أن نقفها نفسر فيها هذه الآية. نعم، السلف عندما تكلموا حول هذه الآية جاء عنهم أقوال مختلفة طيبة كلها يجوز حمل الآية عليها. فمن تلكم الأقوال قول ابن عطية رحمة الله عليه، فقد قال رحمه الله: إنما هي، أي الآية، إنما هي قبل الجهاد العرفي، إنما جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. أي أن الآية نزلت قبل أن يشرع الله الجهاد، القتال أين شرع؟ في المرحلة المدنية عندما ظهر المسلمون على الكفار وصارت لهم قوة ودولة وشوكة، صارت لهم قوة ودولة، شرع الله لهم ماذا؟ القتال. أما في مكة فكانوا مستضعفين، ولكن الآية نزلت قبل القتال بالسلاح. فسمى الله تعالى الثبات على الدين، وسمى النية الصحيحة والعبادات والصبر، سماها جهادا. هذا قول ابن عطية رحمه الله تعالى. ويقول الحسن بن أبي الحسن: إنما الآية في العباد، أي هذه الآية ليست في المجاهدين الذين يقاتلون بالسلاح، وإنما هي في العباد الذين يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون بأموالهم. وقال عبد الله بن عباس وأيضا مثله قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: هي في الذين يعملون بما يعلمون. فهذه الآية نزلت مادحة الذين يعملون بالذي تعلموه في دين الله عز وجل. وسيأتينا باب واسع حول العمل بالعلم، لأن العلم إذا لم تعمل به فإنه سيطير عنك وسيذهب. ولهذا قال السلف: هتف العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإذا أجابه وإلا ارتحل. وجاء على لسان أحد السلف أيضا موصيا أحد الناس قائلا له: يا فلان تزكى من علمك. قال له: وهل في العلم زكاة؟ نحن نعلم أن في المال زكاة، وفي عروض التجارة، وفي الزروع والثمار، وفي البقر والإبل الزكاة، كلها فيها نصاب، وبعضها يشترط فيه دوران الحول ونحو ذلك. قال له: تزكى من علمك. قال له: وكيف أتزكى من علمي؟ قال له: أن تعمل بأربعة أحاديث في كل 40 حديث. واضح؟ أو كما قال نحو هذا: إذا تعلمت 40 حديث اعمل بأربعة منها، والله سيبارك الله لك. وسبحان الله، يعني كما قلت لكم في مجلس من المجالس، أن السلف كانوا لهم حرص شديد جدا جدا بالعمل بالسنة. ما من سنة يبحثون عنها ويجدونها إلا وعملوا بها. وهناك سنن مهجورة يا جماعة، وهذه السنن كانت مشتهرة في زمن متأخر ثم الآن صارت مهجورة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لا أكل متكئا. هذه السنة مهجورة. بعض الناس لما يكون يتفرج في حاجة مثلا يتكى ويأكل، يتكى يعني على الأرض بيديه ويأكل، أو يتكئ على مرفقه ويأكل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لا أكل متكئا. هذه سنة مهجورة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما. قالوا: يا رسول الله، والأكل؟ قال: أسوأ منه وأخبث، الشرب والأكل قائما. وإن كان المسألة هذه خلافية، والصواب الذي أدين الله به أن الشرب قائما مكروه وليس حراما، والأكل أيضا، ولا سيما أنه أيد هذه السنة الطب الحديث. فقد جاء في الطب الحديث أن الذي يشرب الماء وهو قائم يحصل له كذا وكذا من الأمراض. ونحن كلام رسولنا هو الأولى وهو الذي له الأصالة. نعم، قال أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه: مجاهدة النفوس في طاعة الله هو الجهاد الأكبر. الجهاد نوعان: جهاد أكبر وجهاد أصغر. أما الجهاد الأصغر فهو الذي يكون بالسلاح ضد الكفار، أما الجهاد الأكبر فهو جهاد النفس، أن تجاهد نفسك على صلاة الفجر،
أن تجاهد نفسك على عدم الغيبة، أن تجاهد نفسك على قول الحق، وهكذا. هذا هو الجهاد الأكبر، ويكون الجهاد الأكبر بالقرآن والسنة، لأن النبي لأن الله عز وجل عندما ذكر المنافقين قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، الضمير في به يعود على القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذا الآية تؤيد قول أبي سليمان الداراني. وقال ابن عباس في قول له والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل جوابنا، أي الذين جاهدوا في طاعتنا فإن الله سيستجيب لهم دعاءه، هذا مقصود قول ابن عباس. وقال يوسف بن أسباط، وهذا الذي يخصنا في درسنا وفي المقام الذي نحن فيه، قال يوسف بن أسباط رحمه الله لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصيامهم، قال لنخلصن أي الذين يجاهدون فينا، لنهدينهم سبلنا. ما معنى نهدينهم سبلنا؟ نجعل أعمالهم مخلصة لله عز وجل. قال لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصيامهم. أما في قوله تبارك وتعالى وأن الله لمع المحسنين، اللام في لمع لا شك أنكم تعلمون أن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر، أو الحروف لا تدخل على الحروف إلا لمقام واحد وهو التوكيد، ولعلها أفادت مقامات أخرى تجدونها مبسوطة في كتب النحو. وهنا اللام قاعدة، إذا دخلت على مع فإنها تفيد الاستقرار، لفائدة احفظوها، إذا دخلت اللام على مع أفادت الاستقرار. مثلا تقول إن زيدا لمع محمد، أي أنه استقر على رأيه، استقر على توجه محمد، واضح؟ أيضا اللام إذا دخلت مع في تفيد الاستقرار كذلك، تقول مثلا إن زيدا لفي الدار، أي إنه مستقر في الدار. نعم. والإحسان هو الإتقان وزيادة، هذا هو تعريف الإحسان، هو الإتقان وزيادة. وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عرف الإحسان بمقامين، مقام المشاهدة ومقام المراقبة. فمقام المشاهدة هو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا المقام لا يصله إلا الأنبياء والأولياء والأصفياء، وهنيئا لمن وصله. الذي يصل إلى مقام المشاهدة سيذوق لذة لن ينساها، وتنسيه كل اللذات التي هي عندنا في الدنيا نتعارف عليها. مقام المشاهدة أنك تعبد الله كأنك تراه، وقد حصل للصحابة، والدليل قول الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا إذا كنا عندك ووعظتنا كأننا نرى الله عيانا، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأهل والولد ذهب الذي كنا نجده. وهذا الحديث رواه يعني أصحاب الصحاح والسنن أيضا، أن هذا الصحابي الجليل التقى بأبي بكر رضي الله عنه في الطريق فقال له هذا، فقال والله أنا مثلك، يعني أي أنني إذا كنت عند رسول الله ووعظنا وذكرنا بالآخرة وذكرنا بالله كأننا نرى الله عيانا، ثم إذا خرجنا من عند رسول الله وعافسنا الأهل والولد أي خلطناهم ذهبت اللذة هذه وذهب هذا الذي نجد. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حنظلة الصحابي الذي قال هذا الكلام، هو حنظلة رضي الله تعالى عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة. واضح؟ يلزم في اليوم يكون عندك حاجة تطلع لك الإيمان، يلزم في اليوم دير برنامج، شوف سلسلة دروس، أقرأ كتب في المواعظ، يلزم في اليوم تمر على فترة يطلع فيها الإيمان كما كانوا الصحابة يديروا، ويلزم في ذيك الفترة يحصل لك الخشوع، تبكي تذرف الدموع العزيزة لله عز وجل، ثم بعد ذلك إذا خلطت أصحابك وذهب شيء من الإيمان إن شاء الله تعالى لا تكون معيبا، لأنه ستأتي الفترة هذه الثانية التي ستصلها ويزداد إيمانك
رفعة. فالإيمان الذي خلقه الله فينا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، إن الله لمع المحسنين، والمعية هنا مع معية هذه المعية، المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة، كما ستأتينا في باب العقيدة. أما المعية العامة فهي معناها أن الله عز وجل مع جميع خلقه بعلمه، وأما المعية الخاصة فهي التوفيق والتأييد والنصرة للمؤمنين، أي أن الله مع المحسنين ومع المؤمنين ومع المتقين بتأييده ونصرته وتوفيقه وحمايته. المقام الثاني، وإن كان هذا المجلس لو أخذنا في هذه المقامات يطول بنا الأمر، وأنا أريد أن أمشي نوعا ما. أما المقام الثاني فهو مقام المراقبة، أي أنك إذا لم تستطع أن تصل إلى مقام المشاهدة فلا بد أن تكون في مقام المراقبة، أي أنك تعبد الله كأنه يراك. فإذا كبرت استحضرت رؤية الله عز وجل، وقلت بلسان قلبك ليس بلسان رأسك، قل بلسان قلبك إن الله ينظر إلي، بلسان قلبك، لا تقل هذا بلسان رأسك لأنها بدعة إذا تلفظت بها، قل بلسان قلبك، دائما كلم ربك بلسان قلبك. إذا كبرت إلى صلاتك قل بلسان قلبك اللهم اشهد أن هذه الصلاة خالصة لوجهك. هذا يبعث على الإخلاص. لما تبدأ تكتب في بحث، لما تبدأ تسمع في شريط، لما تبدأ تفرغ في مجالس أو تلخص في كتاب، قبل ما تفتح الكتاب، قبل ما تبدأ تطبع في المجلس اللي تسمع فيه، قبل ما تبدأ تكتب قل بلسان قلبك اللهم اشهد أنني أدرس لوجهك. هذا يبعث في قلبك الخشوع ويبعث في قلبك الإخلاص. ولا بد علينا في العبادة أن نعاملها على أساس أنها آخر عبادة، بعدها يأتي ملك الموت مباشرة. يعني إذا كان الآن وفقك الله وعشت إلى صلاة المغرب، وجاءت صلاة المغرب، قبل أن تصليها دير في بالك واعتقد أنها آخر صلاة ستصليها، بمجرد ما تسلم يجيك ملك الموت. هذا يبعث على الإخلاص، ويبعث أيضا على حسن الصلاة. ولهذا لما سئل أحد السلف عن الإخلاص قال مجيبا: إني إذا صليت صور لي أو تخيلت الكعبة أمامي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت من ورائي. كيف لا تخلص بالله عليك؟ كيف لا تخلص؟ لو كان يقول لك حكمت المحكمة عليك أنك ستعدم غدا بالشنق أو بالقتل بالرصاص، ولما يجيبوك للمحكمة ولا يجيبوك للساحة عفوا باش يقتلوك، خلاص تيقنت من القتل، تيقنت درت جريمة يلزم يقتلوك، يقولوا لك عندك 5 دقائق تصلي فيها ركعتين. كيفاش تكون الركعتين؟ زعما تفكر في الدنيا والتجارة الدراسة والبكالوريا وغيرها، تفكر زعما في هذه الأمور الدنيوية؟ أبدا وربي الكعبة، راح تكون أخلص ركعتين في حياتك. فلما لا تحاول على الأقل وتسعى أن تعامل كل الصلوات بمثل هذا التفكير وبمثل هذه النية؟ كيفاش ما تخلصش؟ الذي يشكو من عدم الخشوع في الصلاة هذا هو الدواء، هذا هو العلاج. هل يؤاخذ ساب الله دون أن يدري أنه كفر؟ وإن كان يؤاخذه فكيف نقول عمن قال اللهم اشهد أني عبدك وأنت ربي؟ نعم، في الحقيقة مسألة ساب الله عز وجل فإنها طويلة ومتشعبة، مسألة ساب الله عز وجل طويلة جدا، ولكن أقول لك المختصر: الذي يسب الله بسبب غضب مغلق فإنه لا يكفر. اللي يسب ربي بسبب غضب مغلق يعني ولا لا يشعر بمن حوله، هذا هو الغضب المغلق. مش الغضب تاع شوية كما يديروا الشباب الآن، ها لا، بعض الشباب الآن كما قلت لبعض الناس يتفكه بسب الله عز وجل. كاين بعض الناس اللي يحب يخلع الناس يكفر بربي باش يخلع الناس ويخوفهم ويبين لهم باللي هو مهبول وباللي هو يدير كلش وباللي هو فور باش بسب الله تعالى، هذا كافر. وإن كان يقول لك ما لا أنوي ذلك، لا هذا كافر، إنما سب الله تعالى لا يكفر صاحبه في حالة واحدة: إذا ذهب عقله. وذهاب العقل يكون بشدة الفرح، شدة الغضب، شدة الحزن، وشدة الهم والغم. ذلك الرجل الذي كان في سكرات الموت
من شدة خوف الله عز وجل حتى ذهب عقله، فقال لئن قدر الله علي، شك في القدرة. من شدة العبك لما تكون ميت وتشوف الملائكة جايين، يعني ما يش أمر سهل. لما الروح تبدأ تخرج من أصابع رجليك وتخرج الروح من كل ذرة من جسمك، ليست سهلة، ليست أمرا هينا. وبالتالي عقله من شدة الخشية انغلق فقال ذلك الكلام الذي لا يقصده. إنسان كان غضبان غضب مغلق، دخل للبيت قال لزوجته أنت طالق، هذا لا يعتد به وهذا لا يسمى طلاقا، لأن طلاق الغضبان لا يقع. واضح متى نقول هذا الذي سب الله كافر ومتى نقول إنه غير كافر؟ أما إذا سب الله وهو لا يدري أن لفظته سب فلا نقول عنه كافر، بل لابد أن نبين له. كما ذاك اللي قال لي على بالك، قلت له وشنو؟ قال لي والله غير ربي راه غايضني. قال لي ربي راه غايضني. قلت له علاه؟ قال لي المديرين معاصي، شوف الغنى، شوف كذا. قال لي وغايضني ربي. هذا كلام كفري، بصح ما يقصدوش، ما على بالوش واش حب يقول غايضني، وما ما يقصدش باللي ربي بحاجه الينا كينا نصوره. هذا يعلم، هذا يعلم، قد يؤاخذ على جهله، اما ان نصل به الى الكفر فلا. وكاين اللي ما على بالوش باللي يعني الله تبارك وتعالى غني، لدرجه وين كاين بعض الائمه، انا سمعت ائمه فوق المنبر يقولوا الناس يعني قرابه 1000 مصلي ولا شحال يعلم فيهم ويقول لهم ربي يحتاج منا نصلوا، ربي يحتاج منا نصوموا. ربي ما يحتاج، الاحتياج صفه نقص ليست صفه كمال. صح، هو الشخص بيحتاج يريد، هو يقصد بها يريد، ولكن هذا يعلم ويؤدب. اما ان نصل به الى الكفر فقاعدة أهل السنة والجماعة ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، تحفظ هذه، ليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه، لهذا هذا هو التفصيل. أما إذا كان الإنسان في عقله مرتاح، مش زعفان، مش مقلق، مش غضبان، ويسب ربي، هذا كافر وإن كان لا ينوي ذلك، وحده ضربة بالسيف. نعرف شبابنا يا كي تنقزوا منه يكفر، العفسة هذه تاع الجنب، كاين شباب غير تنقزو يكفر. واضح، كاين ناس هكذا. هذا لا نقول انه معذور، لا ابدا. ولعلمكم ان المساله هذه شدد فيها العلماء، ولهذا قال ابن قيم الجوزي رحمه الله سب الله كافر وان كان لا ينوي ذلك. لهذا الشباب اللي راهم يسبوا ربي برا، اذا كان يسب ربي باش يتفاخر باش يخوف وكذا، فان هذا كافر، شاء من شاء وابى من ابى، سب الله كافر في هذه الحالة. أما إذا كان لشدة هول غلط، لشدة الهول غلط، أو لشدة الفرح غلط كما دار هذا الرجل اللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أو لشدة الغضب غلط، لشدة الغضب نقول الغضب اللي تحمر معه الأعين، الغضب الذي يولي الإنسان يكسر بلا ما يفيق، هذا هو الغضب المغلق، ليس مجرد الغضب. لأن حتى في الطلاق ما كاش الله أعلم ما كاش ليطلق مرته فرحان وهو يضحك، يلزم يكون غضبان ولو شوية، صح ولا لا؟ الغضب بالغضب يعني هذا يعالج. لا دوك حنا نحكوا على الطلاق العادي. رانا نحكوا على الطلاق العادي، الطلاق العادي اللي يحدث للناس بسبب مسألة، بسبب حاجة، مش كتش إنسان يطلق مرته وهو سعيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.